استاذ ابو عزة يا جرابيع. ايه الدوشه دي؟ عايزين ايه؟ احنا عفاريت كرموز عايزينك، وانت عارف كويس قوي احنا عايزينك ليه، والمفروض بقى تقف معانا المره دي. ليه بنلفزم يا ابو عزة؟ عشان نطلع الطلعه دي. طلعت روحك انت واصحابك، ما انتوا عارفين ان فيزابي ما بتطلعش الا العفاريت سيوف. هم عفاريت سيوف دول هيفضلوا مكدرينك وعاملين عليك فردة يا عم. زمن البلطجة انتهى والحكاية مش ناقصة تهزيق. ده لا عاش ولا كان اللي هز ابو عزة. ده انا ابو عزة انا وارث الشغلانة دي ابا عن جد، ومفيش في اسكندرية كلها حد عنده العدة اللي عندي. بص يا ابو عزة، ده فرح اختي والعيال دول مش هيزفوها المرة دي، يعني مش هيزفوها. فرح اختك فرح امك مش ده المشكل، فسح جمد قلبك يا ابو عزة وسيب لنا احنا الطلعة دي، وشوف احنا هنكسر لك العيال دي ازاي. ولو كسروك وكسروا لي العدة بتاعتي زي كل مرة اعمل ايه انا ساعتها؟ ها فسح. محدش هيقدر، بقولك مش هسيبهم يبوظوا فرح اختي فوتنا زي كل مرة. ما هو لو اختك فوتنا شبهك كده تبقى هي اللي بتبوظ فرحها بودانها. اعملها بس وتتخش التاريخ. يلا بقى يا ابو عزة لا يمنع على عزة. لا عزة لا، خدوا كل اللي انتوا عايزينه الا عزة. اصيلها يا عزة. شوية بلطجية يعملوا الزفة وبيعندوا عفاريت المنطقة. نهارين سود استاذ، يعمل كده ليه؟ مش خايف على بنتك فرح ابوزة اللي فات؟ ايه يا جماعة مكبرين الحكاية ليه كده؟ مليلة زي الفل اهو، الفرح مية مية. انا معرفش ليه عين الشمال بترف النهاردة. ايه يا عم ابو فوتنا انت اتهربنا معاك ليه؟ هي دي اول مرة اتجوز فوتنا. ربنا يستر يا ابني، ربنا يستر. يا اهلا بالعفاريت. ابوس ايدك يا حسن، بلاش فرح بنتي يبوظ. ولما انت خايف كده بوظت اللي اتفقنا عليه ليه؟ هديك اللي انت عايزه، بس خد العفاريت دول وامشي من هنا. لا يا عمرها ما هتبقى كده يا ابو فوتنا، دي مساله مبدا. ولا يا ابو علي؟ على فكره يا حسن، الواد ابنه هو اللي متفق مع العيال اللي جوه دول. انتوا خلاص راحت عليكم، واي فرح بتروحوه بتبوظوه، وعليكم فلوس تنطوا الارض. اسمع هلا، الحته دي حتتنا محدش يقدر يتعدى عليها الا بالاذن، واحنا ساكتين ادم الا ابوك. فاهم؟ من الاخر يا باشمهندس، عايز بنتك تتطين تتجوز في الليله المهببه دي؟ أيوة. تمشي العيال اللي جوه دول من هنا. ما احناش ماشيين، وبعدين لو فيكم حد تخين يورينا نفسه. الله 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 الله، لحق يا سلطان، ده غلط فيه. يا نهار اسود يا نهار اسود. ولا انت قد الكلمه دي؟ ايوه قدها. انا سخنت قوي حسن صح؟ قوي، ده انا ما عرفتكش. احنا بنتهزى يا عفاريت، انت عليكم.
عبودي ما تستهبلش، ما انت هتروح المدرسه يعني هتروح. بطني بتوجعني يا ليلى، انا عيان. ايوه يا اخويا اقعد اتصلبط، انت كده اتصلبط. ابو علي ازيك يا اخويا؟ عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. امورك صحيح؟ لسه جاي يا اخويا. الحمد لله على السلامه. مساء الخير. مساء الخير، قول صباح الخير. دي الشمس طلعت وماليه الدنيا يا عم. معلش خليها عليك المره دي. بقول لك ايه، بلاش يا عم والشياطين بتوعك دول، انا دماغي مش ناقصه يا فتاح. يا علي ما انا عملت لك حاجه على الصبح يا عم. شوف لك حل يا حسن في دلع اخوك، مش عايز يروح المدرسه. ما تسيبيه عنه، ما اتعلم. يعني هما اللي اتعلموا خدوا ايه؟ ما المحروس ابنك اهو معدى بلون وصايع. دبلون؟ هنا. ايه يا عم فين؟ ما تضحكليش الضحكه الصفرا بتاعتك دي، انا بتخنق منك يا عم. انا ضحكت ضحكه صفرا ولا زفت؟ شوح لي، هات شوح لي، ما تديني قلمين. لا يا عم، انا اللي هدي لنفسي قلمين اهو اهو اهو. خلاص بقى يا جماعه، تعالى يا ابو عبود افطر. مش متسمم، كل انت واكل الزغابه اولادك. انا ماشي. رايح فين؟ رايح الشغل، مسافر ليبيا. طب هترجع امتى؟ مش راجع. طريق السلامه يا عم. عبودي بيستعبط يا حسن، مش عايز يروح المدرسه النهارده. وانت يا قمر عامل ليه قلع الصبح؟ زماني فيهاش كل يوم مدرسه. قول يا مدرسه. مدرسه مدرسه، هتروح المدرسه غصب عنك. لك حاجه يا ابو علي؟ قول يا عم الليمت. انا عاوز اقعد من المدرسه واشتغل معاك. لا يا راجل، عارف وحياه امك لو قلت الكلام ده انا هكسر عظمك. خلاص خد يلا ودي المدرسه. يلا قول. حاضر، ما انا اصلي المنطشه بتاعت البيت ده كل حاجه فوق دماغي انا. يلا يا اخوي، باي باي يا ماما. سلام يا ابو علي. حسن خير؟ اتكلم على قدك. يلا عيد. يلا حسن. معلش يا حبيبي، عشان خاطري اتحمل جوز امك ده في مقام ابوك. يلا دوس على عبودي شويه، مش عايزه يشقى زيي. يا بنت مالك على الصبح؟ كنت فين يا حسن لحد دلوقتي؟ الله، ما انت عارفه ان انا في الشغل. حسن عايزك دلوقتي. طب اخش انام، انا تعبان، لما اصحى اشوفك. بقول لك يا حسن، الموضوع ما يستحملش تاخير، انا عايزك دلوقتي، مش كل شويه تقول لي انا تعبان. ما ينفعش كده. خلاص اطلع كده، طالع لك دلوقتي. اطلع. معلش يا حبيبتي، الحكومه طبت علينا امبارح والعيال بالعافيه زوغوا. يلا يلا، مش هنخلص بقى من الحوارات دي. نفسي يوم بقى يعدي كويس يا ست. قولي ان شاء الله عشان ربنا يكرمنا. المهم قولي، عملت ايه مع حسن؟ اتكلمت معاه في حاجه؟ يا لالا، ما انت شايفه الموضوع عامل ازاي. بس ان شاء الله اقرب فرصه هفتحه في الموضوع. انت كل مره بتقولي كده يا عم. لو مش عارف تكلمه اكلمه انا. تكلم مين ياد وتقول له ايه؟ يا عم انا عارف كل حاجه، والحاجه كلها عارفه. شفت اخوكي؟ قص قدامك. ابدا الهزر كده على طول يا حسن. المره دي بقى ابويا شكله واخد الموضوع بجد، وخلاص ادى كلمه لفوزي ابن خالتي. طب وايه الجديد في كده؟ ما هو دي عادته، ولا هو هيشتريها؟ حسن انا بتكلم بجد، فوزي رجع من السفر وعلى قلبه قرشين حلوين، وبصراحه بقى ناوي يخلص. يخلص يا بت؟ انت فاكره نفسك بقره من ماشي ابوكي؟ ما انت لو كنت سمعت كلامي وسافرت زي كل الناس اللي بتسافر، كان زمانك رجعت زي فوزي على قلبك فلوس قد كده. يا دي ام السفر، يعني انت كنت عايزاني اسافر واسيبك انت وام واخواتي؟ واحنا خدنا ايه من قعدتك يا حسن غير البلطجه والمشاكل وقرشين لا يودوا ولا يجيب؟ 15000 جنيه مفتريه بتقول عليهم قرشين؟ دول شاع عمري. اولا بقى هم 10 بس، والخمسه الباقيين هدايا، ولا نسيت يا ابو علي؟ بص يا بنت الناس، من الاخر كده الكابينه خلاص خلصت، وكده ابوكي مالوش حجه. اهو عندك تحت، استفي معاه. ماشي يا زهره الوادي، سلام. ايدك حسن، مش ناسي حاجه؟ انت عارف انك هتحن. فين يا راجل الاسبوع اللي فات؟ كنت عارف انك واطيه. 500 جنيه يا ام، 50 جنيه بتاعت السجاير. انت فين يا تعرف؟
صدرك يا معلم. انت بنت وانت بتحتفيني بالطب بالبلكونه كنت عايز تخرج معايا. تسلم ايدك يابا. ايه رايك هلا؟ مالي ها؟ انا متابعها من ايام ما كانت كوم خشب على الارض. انت فنان يابا. بتتريق عليا يا روح امك؟ فنان؟ بدل ما كنت تيجي عشان اعلمك الصنعه اديني بكره اروح وتروح معايا. انت طول عمرك بتبني عشان الناس وبس. بس عمرك ما فكرت في نفسك وفينا. لو كنت حوشت من كل مركب حته خشبه واحده بس كان زمان عندك اكبر مركب في الدنيا. يا ابن الناس انواع، ناس بتبني وتشقى طول عمرها والناس تعلى وتركب الموجه وهي ماشيه. كان في ايدك تبقى زي الناس اللي بتركب الموج دي يابا وكنت تطلعنا معاك. ما كانش بقى ده حلنا، احنا اقل منهم في ايه؟ ما كلنا ولاد تسعه. ارضى باللي ربنا قاسمهولك وعيش على قدك. وليه ما نبقاش زيهم يابا؟ يا وليه مش كده؟ انت ما صدقتي ولا ايه؟ حراميه؟ فين؟ فين؟ يا حرفه! نزل! هو انت يا فرطوس يا ابن الفرطوس وجاي ومعاك نسوان كمان؟ نسوان مين يا عم هنور؟ دول زباينك ده نسيتهم ولا ايه؟ ما توعي يا وليه؟ انا مش منبه عليك 60 مره ما تنطش على الزباين بتوعي بتخضهم! يابا النسوان بتوعك هم اللي بيجوا ساعة النطر حتى اسألها. طب يلا نجرب من وش السعادي احسن قسما عظما ابلغ عنك الجيش ياخدوك وابقى خلصت منك. لا يا مانور مالك في ايه؟ ده ابنك برضه ما يهونش عليك، في حد يبلغ عن ابنه برضه؟ وابلغ عنك انت كمان. انا مالي يا عم؟ تعال هنا وانت تطلع مين؟ لا 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 بقول لك ايه، تنسى ابنك ونقول معلش. لما تنسى عارف حبيب قلبك اوعى حبيبي. يا ساتر، يوم غريب واب غريب وبيت غريب. يا عم سلطان، هو احنا كل مره هنيجي هنتهزق من ابوك كده؟ يا عم هانت كلها كام شهر واخلص من موضوع الجيش ده ونسافر. ده هو ده اللي مصبرني. والحياه هناك سهله. بس انا قبل ما اسافر لازم افتح حسن في موضوع ليلى اخته. صحيح انت مستني ايه؟ المفروض قبل ما نسافر تفتح حسن في موضوع ليلى اخته. ما هو انا كل ما اجي افتحه في الموضوع لساني يقف وما اعرفش اتكلم، ما اعرفش اقول له ايه. تقول له ايه؟ بص يا ده عرفه، انا هعالجك نفسيا. انا حسن واختي ليلى، اطلبها. حسن؟ ها؟ حسن؟ حسن انا بحب ليلى. فيا بتتوه والله. انت ابن حلال، كنا لسه جايبين في سيرتك. بالخير والله ابو علي. يا عم خير ايه؟ الراجل ابو وفاء نحس كلمته وهجوزها لفوزي بنت خالتها. ايه ده ايه ده؟ هو لعب عيال ولا ايه؟ اللي اخونك يصلي قطع رقبته. يلا بينا. جايلك جايلك يا ابو وفاء. يلا يا عم. وراي يا ابو وفاء، انت بتعمل معانا كده ليه بقى يا ابو وفاء؟ اطلع لنا هنا. انت يا جدع اسمك ابو وفاء؟ ابو وفاء. ابو علي، انت الفلوس دي تهمك قوي؟ تقلقت ولا ايه؟ لا ابدا، بس انا رايي يعني الفلوس بتروح وتيجي، المهم الرجاله يعني. في حسن، عاوز اقول لك ان كان في كلام رجاله وان بنتك مخطوبه لي مش مخطوبه لحد غيري. بالظبط كده. سيبها تاخد نصيبها ووعدك اما تتطلق هجوزها لك. طلاق مين يا ابو طلاق؟ انت فاكرني خرفان من اللي مربيها جوه؟ بص بقى من الاخر، بنتك ليا مش لحد غيري. عاوز تتجوزها كمل مهرها، وشفناها شقه زي بنت خلق الله. طب والكابينه اللي طافع فيها دم قلبي؟ كابينه ايه يا ابو كابينه؟ انت عاوز تتجوزها مسافه الليل وترميها لي بقيه النهار؟ اعلفها لك. انت حاسب وفاء من ضمن البقر ولا ايه يا معلم؟ هو احنا مش مالين عينك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر ان شويه البلطجات دول هيحموك. اوعى يا بهايم. استنى يا بهايم، اسره من غير تلبيخ. انت تعرف بنتي بقالك كام سنه؟ 5 سنين. ومعوش معانا كام؟ 15,000 جنيه. يبقى لينا عندك 10,000 جنيه. عمومك بقى خليك فاكر ان الموضوع ده مش هيعدي على خير. اعلى ما في خلكوا اركبوه. طب وفلوسي؟ خد بيهم بهايم. لا
يعني ده اخر كلام عندك؟ ايوه اخر كلام عندي، يا تكمل مهرها يا تسيبها تشوف نصيبها. بص يا ابو وفاء، من غير نرفزه، هو هيكمل مهرها وهي هتشوف نصيبها. طب يلا يلا خد دوامك يلا. بقول لكم ايه، سيبوني انا اتفق مع خليل على الفرح ده علشان نعرف نطلع منه بقرشين كويسين نسد بيهم بق ابو وفاء. اي باظت يا حبيب قلبي، لو النبي الله يخليك يا سلطان سيب لنا الموضوع ده. انا عارف انت على طول محبطني كده. بص انت والله الموضوع ده خصنا ما حدش يتكلم معاه. عين العقل عين العقل يا حسن، انا عن نفسي اخرس خالص. بص على البخور، على طول شايطه كده. ايه البخور ده؟ بخاري بخاري يا خلو خلاليو خلا. اهلا اهلا باحلى الشباب وعفاريت اسكندريه تنفع تك تك تك. الحلاوه دي الله عليك يا بديعه يا مجمع الحبايب يا بدعدع يا مظبطه الشباب بديعه يا صديقه الطلبه والخريجين كمان. قوام يا بديع، حي الناس دي وبعين عوام وزواد المزاج. عينيا قوام يا بدعدع. بخير يا سفاح. الله عليك يا بديع. بص بقى يا ابو علي يا اخويا، خلينا في الجد شويه. احنا عندنا زفه جامده قوي في مصر، والعروسه اسكندرانيه، يعني عايزكم تشرفوني بقى. ما انت عارف شغل العفاريت يا ريس. احنا بعون الله يا خليل هنقفل الفرح. قصده يعني هنعمل لك زفه ان شاء الله ما حصلتش. وعلى كده البراز كام ليله؟ الناس هيدفعوا لنا 10,000 جنيه، 20% ليا والنقطه اللي تيجي بالنص. ايدك على العربون. استنى يا اخوانا نفكر شويه. يا عم خلاص فكرنا وموافقين يا خليل. بس في حاجه، الناس دول ناس اكاب، يعني اي لابش فيها كلابوش. السجن الجدعان يا خله. ماشي يلا بالصلاه على النبي، قوموا جهزوا نفسكم وجهزوا عزه معاكم عشان هتطلع الطلعات. عزه؟ دي مطلوبه بالاسم عشان هي اللي هتزف العروس. وبعدين يا جماعه في الورطه السوداء اللي احنا فيها دي. معلش اقعد يا خليل، اشرب حاجه راجع لك. ده احنا لسه مدمرين ابو عزه وعدته، هنهبب ايه؟ وبعدين كده سيبوه محطر من ايدينا. تخيل مين ممكن يخلص لنا المصلحه دي؟ مين؟ سكر. لو مين؟ ازاي بقى؟ سكر حبيبه القلب. صح كده؟ لا يا بابا انت وهو. انسى. ايه ده؟ ايه ده؟ البيره اشتغلت. ما انا قلت لك ما انتش قد العفاريت، كان لازم يعني الجر شكلهم. اديك اتعديت طول الكهر، وريني بقى هتعرف تبق معاهم ازاي. ورا كم مالي ومال الليله الهبه دي؟ 2500 جنيه ليه؟ ليه يا اسطى بنبوره؟ وانت بتصلح طياره؟ دول شويه مسب قديمه. هو ده النظام، مش شغل ولا بلاها. اشتغل اشتغل. والله انا شايف ان المبلغ معقول قوي يا ابو عز. اتنيل انت، هو حد خد شورتك يا ولا انت شغال معايا ولا مع الاسطى بنجوره؟ ما تهدى يا ابو عزه، مش كده ولا انت ما بتسمع سيره الفلوس بتتنطط العفاريت قصاد وشك؟ ما حدش يجيب لي سيره العفاريت، مش طايق سيرتهم يا ناس. لو فعلا عايزاني اهدر صحيح ابي اب بايه؟ يا سكر، ده انت اختي وحبيبتي وشريكتي. اب ب 1250 جنيه، نص فلوس تصليح الفسب. نعم ليه بقى؟ ان شاء الله. وانا مالي؟ والله انا حذرتك من العفاريت وانت اللي ما سمعتش كلامي. اشرب بقى. جرايه يا سكر، هو انت في المكسب ديدبان وفي الخساره خلعان؟ عايزه تشيلين الليله لوحدي يا اختي؟ اصطفل بقى. بس لقيتها، لقيتهم على حساب العيال القديم. ما قلت لك اتخيل انت، هم كانوا دفعوا حاجه من القديم عشان يدفعوا الجديد. يمين يلايمني عليهم عشان اطبع في زمار ترابي. ارفع يا ابني بذمه، خليني اعرف اشاور لها. يا عمي اغسل شرابك الاول وبعدين اتكلم. مش وقته يا عرفه، ارفع يا اخي مش شايفاني. يا راجل مش شايفاك ولا انت اللي مش شايفها؟ انا شايف ناس كتير. هي سكر لابسه ايه؟ انت بتزعلني احلى ما انت اللي متنيل فوق. سكر تعرفها يا عيال؟ ها؟ انا اول مره اكتشف ان البنت سكر شكلها حلو قوي من بعيد. لو النعمه او النعمه. طب بقول يا ابو عزه، اللي تشوفه صح اعمله وانا معاك فيه. ماشي ماشي انت وهو، احنا فينا من حركات الزباله دي يا ضربين العواطف. ايه ده؟ هو القمر طالع ولا انا متهيألي ولا ايه؟ اهو ده اللي بناخده منكم. كل بعقلي حلاوه كل.
سيبك من الاونطة، مش هياكل معاك الكلام اللي انت بتقوله. خش في الموضوع على طول، اخلص كده برضو تدمروا للراجل عدته. انتوا مش عارفين ان انا شركه فيها بالنص. الله، طب ما يخلصكش اللي بيحصل ده يا سكر. هو مش معقول ان كل مره يجيب لنا عفاريت منطقه تانية يزفوا افراحنا، وبعدين احنا كده بقى شكلنا وحش قوي يا سكر. اخس عليك يا سلطان، ما هي دي اصول المجدع. والله انا قلت لهم كده بقى، بس هم اللي بصراحه كده يا سكر احنا واقعين في مشكله ومفيش حد غيرك هيحلها لنا. من الاخر كده، انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزينك تصلحي لنا على ابو عزه. بالظبط كده، اخرس خالص. يلا شد حيلكوا يا رجاله، انا عايز الفيزر دي تشتغل بكره. يلا بنجوره، يلا بنجوره، خد يلا معجزه. مش هرصيك يا اسطى بنجوره. السلام عليكم يا بجاحتكم والله. وليكوا عين، ليكوا عين تيجوا لغايه هنا كمان يا ابو الارزاق. ما تروق كده وتخليك حلو. هو انتوا وش ارزاق؟ انتوا قطعين ارزاق، قطعين طرق. يلا هات الطبقه من هنا، يلا قبل ما اكونكم جنب الفيزر. ليه كده حسن؟ خلاص يا ابو عزه، دول جايين لحد عندك علشان يصلحوه. انت على نياتك يا سكر، دول اكيد وراهم مصيبه. احنا جالنا سبوبه حلوه وفيها قرشين حلوين، وقلنا نسددوا الدين اللي علينا. والفرح في مصر على فكره، وناس جامدين قوي، وكلنا هنتصيط هناك، والعده بتاعتك هتسمع. ومين عارف، احتمال توصل للعالميه. ومش بعيد توصل للنهائي وتلعب كوت ديفوار. ابو عزه، دي سبوبة حلوة فيها فلوس كتير قوي. كام يعني؟ قصدي انا عمري شفت من وراكم فلوس. خلاص بقى يا ابو عزة المسامح كريم. وانا ايه اللي يضمن لي ان ما اتعورش زي كل مرة؟ انا يا اخويا اضمنهم لك برقبتي. يا عم ما توافق بقى وتخلينا نفتح صفحة جديدة. ومن الاخر بقى، عزة هي اللي عليها العين. عزة لا، كله اللي عزة ده، لو فلوس الدنيا كلها مش هتخلينا ننزل عزة من مكانها. ابو عزة، دول ناس اكابر وفي 10 بواكي. ممكن عزة تنزل؟ لا لا، مش ممكن، مش ممكن عزة تنزل. يا عم دي نورتنا، واحتمال اسمك يعلى هناك ويبقى ابو عزة ملك الفزر. يا نهار اسود. خلاص بقى يا ابو عزة، بقول لك انا ضمناهم وهطلع لك معاهم الطلعه دي. بقول لك ايه، اظن كده عدانا لعب وازح. وليك عليها يا عم، انا اللي هسوقلك عزة بنفسي. طب مبدئيا الواد ده يمشي من هنا. ما هو اساسا مش معانا. سلام انت يا سلطان، سلام انت. طيب يا اخي انا موافق، بس ليا شروط. موافقين. ياض انت وهو يا عم هنحافظ عليها، دي زي بنتنا. اصل عزة اصيلة وبنت ناس وحنينة، زي ما عزة غالية عندك غالية عندنا. عايزين عزة، شايفين عزة من عين عزة، ربنا حرسها بتولى.
وخلاص بقى ما تعيطش، ما هو اصل العيب مش منه، ما هو بيحود ما عارفش. عداد يا ما زفت قمره، يا ما جالها ملوك من بره، لا في يوم حد اشتكى منه ولا حد عمل لها وماما وعدتني ان هي هتجوزني، واخيرا هيتحقق حلمي ولازم اتجوز، والنهارده ان شاء الله هتجوزني ماما. ماما هتجوزني. هلا 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 هلا، قال العيد والعريس بيتجوز، ولما العريس بيتجوز لازم العروسه هتتجوز. امال تعالى يا ابني كده، ما تصورش حد غيري يا ماما، يا ماما ما تصور حد غيري. يختي 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 تموتوا يا لالا، فرحك مستني امك. مين ده؟ ده العريس. طب ما انا عارفه، عسل نحل البغاء. سيبك مني سيبك مني. العريس تخين والعروسة مش القمر متضايق، في حد يتعكن في ليله مباركه زي دي؟ اه ما ده يعني يكون سيد قشطه اللي بره ده هو اللي مزعلك.
او ماي جاد، وانت عرفتي منين؟ شايفه هي واحده ما نعرفهاش وفهمت كل حاجه. انا مش عايزه اتجوز العريس ده. بس بس ان شاء الله عندك ما اتجوزتيه حبيبتي، وجوز بالغصب عادي. عندك حق، بس انا مش عارفه اعمل ايه، ما بحبوش. انت فاهماني يا سكر؟ انا اسمي سكر. وانا اسمي بحريه. عاشت لساني، مفيش يوم اتجوز بالغصب ابدا. انا فعلا صعبت عليك يا سكر. الا صعبتي عليا، ده انت خرطتي على قلبي بصر. اسكتي بقى. يعني لو طلبت منك اي مساعده هتساعديني؟ رقبتي بس تيجي ازاي دي؟ تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ انا هقول لك تيجي ازاي. مش فستان سكر ده؟ مال العروسه؟ عروسه شكلك هبله يا ست، اتكل على الله عايزين نشوف اكل عيش. ده يا عم احنا اتكلمنا في اكل، ما سمعتش كلمه ايه اللي ممكن يحصل. بقول لك انا مش بتاعت من هنا. يا ماما انت مين؟ اقعد بالعافيه. مين دي؟ تعالي هنا. بقول لك اتكل على الله يحنن عليك يا ست، اتكل على الله. اطلع يا عروسه، لما تشوف تاني بص وراك كده. هنجيبها بس اهدي بقى عشان نعرف نتصرف. انا لو هدفع كل اللي حلتي لازم اجيب المجرمين دول باي طريقه. يا ماما الحقيني يا ماما. اهدى بس يا حماده، ان شاء الله المشكله دي هتتحل. سلام عليكم. اتاخرت ليه يا حضر الضابط؟ تعالوا شوفوا المجرمين بتوع الزفه اللي خطفوا البنت، لازم تجيبها من تحت الارض. لا لا لا، سلام على النبي، سلام على النبي، اللي عايز العريس بيتجوز. لما اهي هي دي حضرة الضابط اللي ضحكت عليها وعملت العروسه. يا ماما الحقيني يا ماما. اهدى اهدى بس يا حماده. مين جاب لكم فرقة الزفة دي؟ ده متعايد حفلات بإسكندرية.
تعرفين اللي احنا عاملينه ايه؟ دي جناية وهتتطربق علينا وعلى عين اهالينا. البقية في حياتك في عزة وفي ابو عزة لما يسمع الخبر يا حسن. يا عم يعني هي كانت عزيرة وما هي خربانة خربانة. يعني انتوا كنتوا عارفينه بتشتغلوني؟ يا عم اهدى شوية يا سكر اللي فهمت ان احنا في الخطة سوا. دي مصيبة. وانت يا سكر يا راس يا طيبة بتعملي كده؟ يعني كنت عايزني اعمل ايه يا حسن؟ الجناية صعبت عليا. يا حسن ما انت عارف سكر قلبها رهيف خف. من كل الله ضيعت الفلوس اللي كنت هدفع بيها مهر البيت. اذا كان على الفلوس هبرجعها لك خلاص. فلوس ايه يا ام فلوس؟ انت تعودتي وفلوسك واحده هربت من اهلها. انت اللي مزعله. ما تهربوا ولا تقولي بغاز انت مالك ومال اهلك. ما تزعليش كده ما حدش قادر يزعلك. يا جماعه اهدوا شويه خلينا نشوف هنتصرف ازاي في المصيبه اللي احنا فيها دي. يا اخوانا احنا كده متدبسين في قضيه دعاره. النبي تتوكس. اقول انا ايه لابو عزه دلوقتي لما يسالني على عزه؟ يا جدعان البت دي قدامها فقر. البت دي لازم ترجع لاهلها دلوقتي. هو انا مش هتمنك هتدي في دماغك ليه يا بنت؟ اقعدي بنت اقعدي بنت بس منك ليها. خلينا نشوف هنعملوا ايه في البلوه السوداء اللي احنا فيها دي. البت دي هترجع يا لا ترجع يا عم. دي بتقول لك هيجوزوها بالعافيه. طب ما حد فينا يتجوزها ونبقى كده كسبنا فيها ثواب وحتى نام قدام الامر الواقع ويا دار ما دخلك شر. اتجوز مين يا سلطان؟ لم الدور اسره. البت دي اصلا اساسا من اسكندريه وهترجع معانا على اسكندريه. يس الكلام ده على جثتي. ايه يا عم فانتوباس؟ يا ساتر استر يا رب. ده فرح ده ولا ميتم ولا ايه؟ ده تلاقي ابو عزه جات له سكته قلبيه لما عرف موضوع عزه. تفهم من بقك يعرف افلا الله ولا فال. السلام عليكم يا ريس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فرح مين ده يا ريس؟ فرح وفاء بنت وفاء الجزار. حسن يا حسن. استنى يا حسن. حسن حسن هو في ايه؟ مفيش حاجه مفيش حاجه. في حاجه يا حسن؟ وانت مالك انت؟ خش جوه. هل عجبتك الحته بتاعتنا؟ ممكن تقولي لي بقى حكايه حسن ده ايه؟ حسن ده حكايته حكايه. واد جدع وابن بلد انما حظه قليل. تلاقيه شايل هموم الدنيا كلها فوق راسه. النبي صعبان عليا. يلا يلا. ايه طب ومين وفاء دي؟ لا دي حكايه طويله قوي. ننام دلوقتي او مصحب احكيها لك. يلا. زعلش نفسك يا اخويا. اللي فاتك فوته. طب دي والله العظيم ما تستاهل ضفرك. سكر طمنيني. ايه اللي اخرجه كده؟ شو وطي صوتك يا ابو عز؟ عندنا ضيفه. ضيفه؟ ايه ده؟ مين دي؟ دي العروسه اللي كنا بنزفها امبارح. وايه اللي جابها عندنا؟ ايه؟ جايه تقضي شهر العسل في المنتجع بتاعنا؟ ابدا ما عجبهاش العريس قمنا هربناها. لا بجد؟ الف مبروك. كتر الف خيركم. بقول لك يا ابو عز كان في حاجه كده يعني كنت عايز اقول لك عليها بس جمد قلبك. هو في حاجه تاني غير البلوه دي؟ مني الحفاريت ضيعوا عزه وضيعوني بس انا بيتحسب. طيب 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 مالك مسروق كده؟ حسن موجود؟ انت مين يا حبيبتي؟ انا بحريه. بحريه بحريه مين؟ الله الله انت اللي جابك هنا؟ اصل ابو عزه نقلوا المستشفى وسكر راحت معاه. يا ساتر يا رب. مين دي يا حسن؟ ما ترد. هيرد يقول ايه يعني؟ تلاقيها مصيبه من ضمن مصايب ابنك. هو ابنك وراه غير المصايب؟ استنى بس يا سعيد لما نبقى نعرف ايه الحكايه. انا العروسه اللي كانوا بيزفوني امبارح وعرفت من اهلي معاهم. يا نهار اسود.
شفت يا اخت المحروس ابنك جالك كلامي؟ يا جماعه انتوا فاهمين غلط، الموضوع مش كده خالص. طب قول لهم الحقيقه انت يا حسن. حقيقه الله يخرب بيتك انت تخرسي خالص كده يا حسن، تقهر قلب امك. ولسه ومش بعيد كمان يكون هو اللي غواها وهربها من اهلها. يا عم انت على طول قطر كده، اهدى شويه وافهم الموضوع. موضوع ايه يا اخويا؟ موضوع ايه؟ ما الجواب باين من علوانه. زمان البوليس جاي دلوقتي هنا وهيقبض علينا كلنا. لا يا انكل، ما حدش يعرف ان انا هنا. انكل مين؟ انكل ده ممكن ياكلك مع الباميه اللي هو بياكلها. فهمني يا ابني، يمكن نقدر نحل النصيبه دي قبل ما تحصل. عاجبك كده؟ لا لا يا طنط طمني، هي المصيبه حصلت خلاص. الحمد لله يا أم. يا ودي suavemente besame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suave besame besame suave besame otra vez suave yo quiero sentir tus labios suave besándome otra vez suave besa besa suave besame un poquito suave besame besa 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 suave besame otro ratito suave ايه ده؟ ايه شو رجالسي؟ مين كل شيتي؟ يا عم ده تايه. اسبتا اسبتا كومي سولو فوسترا ميكو ميكو حضرتك هتفضل ماشي طوالي التانيك مع الكورنيش عند القلعة كده. يا عم انت فاهم بيقول ايه؟ بيصل على صفارة اثيوبيا. يا عم في حاجة يا خواجة؟ اللورا ماما ميا كيف نتا جورناتا اناشر المزيريا خواجة مين يادي التهوة ده الاسكندراني يا ولا ومن السيوف كمان وامي كانت صاحبة امك الروح بالروح انا فضل مطرية يخرب بيتك فضل ابن الداية حرامية العيال يا ابن الجنية وحشني يا ولا بالحضن يا سلطان ازايك يا فضل وحشتني يا ولا حبيب عرفه يا ابني احنا بتخرج مش راجع تاني ما انا بيني وبينك ما كنتش راجع تاني وين رجعك اسكندريه وبحر اسكندريه وهوا اسكندريه وساره بيكيتي يا مو ساره بيكيتي يا مو ايه الهايبره دي يالا ايه الشياكه اللي نزلت عليك فجاه دي يا ولا وايه العربيات الجامده دي واللي جوه العربيات عينك دي مراتي الطلانيه وش السعد عليا يا سلطان بسم الله ما شاء الله ايه ده دي بتقول لنا تعالوا طب تعالوا تعالوا اعرفكم عليها يلا بينا يلا يا سلطان صوفيا سمي فيك ميتشي سلطان عرفة كم استاي كم استاي ميكيامو سفيا ايه ده لا ده عادي في ايطاليا كلام عادي ده في ايطاليا متاكد ايوه هاي باربي ايه يا سلطان يا سلطان ده مش العادي بقى عندنا ايه شاوي كده اسكوزا اسكوزا ما نون بارلو العربو عايز اقول لكم يعني ان هي ما بتعرفش عربي كويس لا لا ولا يهمها مفهوم يا فضل وحشني اسكندريه واهل اسكندريه وحشني وكر بديعه هو لسه موجود امال يا دوب مستنيك كمان والله بديعه كانت دايما بتسالني عليك يا فضل طب يلا بينا على وكر بديعه مستنيين ايه يلا بينا يلا بينا الكلب ده امان من زمان ربنا يخلي وقروا الفتحه والعباس يا اسكندريه يا اجدع ناس يا اجدع ناس اقروا الفتحه على ابو العباس يا اسكندريه يا اجدع ناس يا اجدع ناس مين بيندى؟ فضل رجع بدعدع حبيب فضل. القلب جالك يا بديعة فضل بطارية وعشتني بالحوض بطارية وعشتني بطارية مين؟ ده بقى فضل مسيو وعشتني يا بنت وحشتني خبرتك المضروبة وايه الحتة الزفرة دي بقى؟ لا حازم دي حتة مستوردة مراتي صوفيا أحلى واحدة فيك يا إيطاليا اقصى عليك يا مطرية وأنا اللي قاعدة مستنياك فاكر يا واد فاكر لما كنت تسكر وتتأجل على عينك وتاخد الحتة المبارزة وتروح خلاص بقى يا باشا قلبك أسود يا بنت ما تتلم يا أولاد بلاش فضايح معانا سواح بس سيحلوش بقى بديعة مراتي ما بتعرفش عربي يلا بديعة حضر لنا بقى ربعين المضروبين وهتدفع ولا زي زمان؟ زي زومن ماشي خواجة سي سي وحشتوني وحشتوني عيال وحشتوني قوي طمنوني عليك والدنيا عامله معاكوا ايه والله ملطشه معانا جامد يا فضل عايزين نخلص من موضوع الجيش ده باي شكل من الاشكال يا اخي عشان نسافر بقى ونهج من هنا ونرجع متقطعين زي حالاتك كده واللي يخلص لكم الموضوع ده يا لهوي ده احنا نبص مراته
لا يا صاحبي خلي بالك، موضوع السفر اليومين دول محتاج كشات كتير قوي. كام يعني؟ احنا مستعدين نعمل اي حاجه بس نتحتح من هنا فضل للحلم اللي حلمناه مع بعض زمان. وانت سبقتنا. خلاص يا عيال سيبوا الموضوع ده عليا، انا في خلال الفتره اللي انا قاعد فيها في اسكندريه لازم اخلص لكم الموضوع ده. الله عليك يا فاضل، تبقى خدمتنا خدمه العمر يا جدع. يبارك لك يبارك لك وتعدد لك في عفيتك يا فاضل. ازاي يا حرمت الحيات كده؟ طب وحط امك مصفارك يا سلطان؟ مش يعني كانت بتخطفهم، كانت بتاخد العيال تشطفهم. يلا يا فاضل القعده دي ما بتفكركش بحد. حسن كهبه هو فين؟ يا حسن ابو علي ابو علي ابو علي فضل رجع يا حسن ومعاه صوفيا مزه جامده قوي شاحنها معاه من ايطاليا. حسن يا كابا وحشتني عفيف. بيقول لك بالنسبه لموضوع الجيش مفيش مشكله هيسفرنا، ما تسيحش انت بس احنا نازلين لك نازلين لك. يا عم كبر بقى وانسى الوهم بتاع زمان ده، حب ومشاعر وحزيز واخرتها ايه؟ اديك شايف يا اخويا اللي حصل لك من وفاء وابوها. باظت يا خفيف. ما كانت لازم تبوظ يا صاحبي، انا بقى خدتها من قصيرها وقصدت كريم. ما انا لو كنت فضلت هنا جنب قصص الحب والغرام كان زماني شحت من زمان، واديك شايف النتيجه. بسم الله ما شاء الله ملك الجمال ايطاليا وعربيه 7 متر رضا من الله. عقبالنا يا رب. سادة انت الوحيد اللي لعبتها صح، كانت نانيلة في حظنا، عدنا نجري ورا وهم وفي الآخر بلح. طب وبعدين يا ابو علي؟ احنا نفضل حاطين ايدنا في جيوبنا كده ونسيب حقنا عند ابو وفاء؟ وانت مين قال لك ان انا هسيب حقي؟ صح كده يا ابو علي، ولعلمك بقى احنا لازم نربيهم اقل ما فيها عشان كرامتنا يا اخي. بالظبط كده، خلي العفاريت تجهز. والله وحشتنا شقاوة زمان يا عفاريت. وميل وحدة مني جايب على طرف وجيب، ميل وحدة مني جايب على طرف وجيب. اتفضل يا باشا. أمانة يا دنيا أمانة، تاخدينا للفرحة أمانة. وأمانة يا دنيا أمانة، فرحة أمانة. وأمانة يا دنيا أمانة، تاخدينا للفرحة أمانة. وتخلي البعد بعيد عنا وتقولي للحزن استنى، وتخلي البعد بعيد عنا وتقولي للحزن استنى استنى. ضحيت فدايا هناك هناك موسنا، والحلو بستناك وتريع عندنا. ابو المكارم ازيك؟ ابو المكارم حسين بعيد اللي عندك شربات المعلم شربات المعلم. لك ايه اظن كده مفيش مشاكل، لو حصل حاجه ببلغني. لا ارجوك يا باشا خليك منور معانا، اصل الوقت حسن ده ناوي على الشر ممكن يجي في اي لحظه. ده فرح بنت الوحيده. بقول لك ايه لو حصل حاجه ببلغني يا اخي. ارجوك يا باشا فيك منور معانا، قلت لك لو حصل حاجه ببلغني بقى. بس يا باشا الله اهم اهم يا باشا جم. منور يا باشا. مبروك يا ابو وفاء. الف مبروك يا ابو وفاء. ليله بيضه ان شاء الله. يا حسن عامل مشاكل انت والعفاريت؟ انتوا عاملين مشاكل؟ يا باشا يا باشا ده فرح وفاء واختنا وبنت حتتنا وجايين نجامل. ولا يا ابو وفاء؟ والله العظيم يا باشا احنا جايين نبارك وجايين ننقط كمان. بص حضرتك الام عسادك بكت عشرة. احنا جايين نعمل الاصول يا باشا، مش دي الاصول برضو يا ابو وفاء؟ ايه يا جدعان؟ بقول لك ايه يا ابو وفاء؟ الناس دي من الاخر جايه تعمل الواجب صح يعني. الله، ما الناس جايه تبارك وتهنى ابو وفاء، وبعدين انتوا اهل، الداخل بينكوا خارج. ولا يا حسن؟ عندك العيب يا باشا. خش بارك للحاج. مبروك يا ابو وفاء. يا رب يتم لك على خير. الف 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 مبروك يا ابو وفاء. منور يا باشا. مبروك ابو وفاء. ربنا يتمم على خير. مبروك ابو وفاء.
وهابي نيو يير. هم بيصمون، هم هم بيصمون. يشتمك ايه بس؟ بقول لك ما تزعلش. مبروك يا عروس. فيك يا حسن. تسيبيني انا وتاخدي رجل الكنبه اللي قاعده جنبك دي؟ انت عايز ايه؟ عارف عاوز ايه؟ تقولي معاه دلوقتي. ايه؟ انت مجنون؟ عايز نسيب فرح يوجي معاه؟ علق. مبروك يا عروس. الباشا الامن والامان وابو وفاء صاحب المبدا والكلام الحلو والفرح وفاء بنت حتتنا وعروستنا. اسمع يا عم، قال لي عينا ليلى ليلى يا عين، كان ليا في يوم حبيب يا خساره بعلي، بالغالي اشتريته بالرخيص بعلي، وانا لا ندمن عليه ولا هبكي في يوم عليه، وانا ايه انا ايه انا لا مسطول ولا بتطوح، انا جاي جامل ومروح، انا لا مسطول ولا بتطوح، انا جاي جامل ومروح، واشوف اللي باعني وسابني وخاني خلى قلبي بيطمط واح. اه ياما اه واه يابا، دعي لواحدي يا ونصابة. اه ياما اه واه يابا، دعي لواحدي يا ونصابة. والليلة جينا نهنيكو، هاتوا الفلوس اللي عليكو، خطب خطب دوات منحوس، خطبها وهي عليها فلوس، خطب خطب دوات منحوس، خطبها وهي عليها فلوس. ده الفقري فاري ولو حتى علقوا على دماغه فانوس. انا لا مسطول ولا بتطوح، انا جاية جامل ومروح، واشوف اللي باعني وسابني وخاني خلى قلبي بيطمط واح. ودول ناس ملهاش عازة، بفلوسي انا عملوا جوازة، دول ناس ملهاش عزة، بفلوسي انا عملوا جوازة، والكل فرحان بيهني وانا يا عيني ملياش عزة. اه ياما اه واه يابا، دعي لواطية ونصابة. اه ياما اه واه يابا، دعي لواطية ونصابة.
انا والحبيب بعد الغياب قاعدين في حته مندار. خد بقى علشان انا هعمل كل حاجه يا سعاده الباشا. خزنه ايه يا ابني؟ انت بتقول ايه؟ امال ايه يا فندم؟ مش انت بتدوروا على سرق الخزنه؟ لا يا خفيف، لا خزنه ولا بنك، احنا جايبينك هنا بقى عشان نعرف مين اللي سرق العروسه. هذا بالمؤاخذه يا باشا انا ما اعرفش ايه حكايه العروسه. عروسه ايه؟ انت هتصيع، العروسه اللي العيال بتوعك زفوها في مصر وبعدين خطفوها. العفاريت هم عملوها؟ والله يا باشا انا ماليه دعوه بالموضوع ده خالص، ده عيال صيع ومقاطيع وملهمش اهل اساسا. يعني ما انتش عايز تعترف وتقول مكان العيال دي فين؟ ماشي يا خليل براحتك خدوه. لا انا هقول كل حاجه والله، انا مش عارف ايه اللي وقعني في المصيبه السودا دي. انا يا فندم والله ما اعرف مكانهم فين، بس انا اعرف اللي مشغلهم واحد اسمه ابو عزه. ابو عزه يا بابا والله ما فيش حد خطفني، انا اللي هربت عشان مش عايزه اتجوز العريس ده. وبعدين لو عاوز نرجع ما تضغطش عليا اكتر من كده. يا بنتي انا كنت عايزه اطمن عليك واجوزك جوازه تليق ببنت القبطان عفيف فريد، بدل مش عايزه العريس ده بلاش منه. ارجعي ارجعي يا بحريه، وما حدش هيزعلك. ادهاني ادهاني. ايوه يا بحريه. ماما ازيك يا ماما؟ انا راجعه النهارده طمني. يا بنتي ليه بتعملي فيا كده؟ كفايه وجعتي قلب انا وابوكي. ادهاني ادهاني يا طنط هتكلم معايا. الو يا بحريه انت فين؟ ايوه انا عند الولاد بتوع الزفه سكر. يا لهوي يا بحريه انت عند بتوع الفيزب؟ انت اتجننتي؟ صدقني ما خدتش بالي خالص، بس الناس طيبين قوي. هو ده برضه كان اتفقنا؟ قولي لي بقى فين. الو الو بحريه انت بتصيح عليا ليه؟ بحريه احنا هنسال على عنوانك ونجيلك انا وامي. بحريه الو هاكل انتي مطمنتيهم؟ الحمد لله كله تمام. هم وزحر كابي. كملي لي بقى حكايه حسن وفاء. انت ما بتزهقيش؟ واحنا وصلنا لحد فين؟ اه يا ستي حسن قالت نضحكوا عليها بقاله سنين، ده غير انه دافع لاهلها دم قلبه. دي ما تسالهوش، لو كانت بتحبه فعلا كانت بعت الدنيا عشانه. بلا وكسه، مش يمكن من حظه احسن ما ياخد واحده زي دي. سكين حسن صعبان عليا قوي. بقول لك ايه يا سكر؟ ما تيجي نروح نطمن عليه. الله ده بينها غمضت ولا ايه؟ سكر خلاص ما تزوقيش نروح له. وحنزفوكي لحد عنده كمان. نار تحت، مش عشان الفلوس، عشان عرفتك على حقيقتك. انت بنات ما بتستاهليش اي حاجه خالص. خدي المحروس عندك اهو. فار فار يا ماما يا بابا فار. يا لهوي العيني، شفت اللي حصل لي يا فار؟ علي يا حبيبي معلش. هم اللي فين اتجوز؟ هيعملوا فار يا لهوي فار. انا شفت الفار بعينيا، انا شفت الفار بعينيا، انا شفت الفار بعينيا، انا شفت الفرب عليا يا بابا، انا شفت الفرب عليا يا بابا، انا شفت الفرب عليا، انا شفت الفرب عليا، انا شفت الفرب عليا. الحمد لله يا حسن راحت لحال سبيلها، بكره تاخد ست سته. ولا يهمك يا حسن، بص خد الموضوع ببساطه. وانت مالك انت؟ مش كفايه من يوم ما شفنا خلقتك والمصايب مش ملاحقين عليها؟ ايه اللي جابها دي؟ انا يا حسن؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا حسن؟ بقى البنت جايه تاخد بخاطرك تقوم تعمل فيها كده؟ ده بدل ما تشكرها. حقك عليا ما تزعليش. انا الاسف اني دخلت. ايوه دول بلطجيه على طول بيخطفوا اي عروسه ويطلبوا فديه من اهلها. ما تتكلم يا خليل. تمام يا فندم، وانا اللي سرقت العشه. وبسؤال كل من المتهم رزق مرزوق عبد الرازق وشهرته ابو عزه والمتهم خليل عبده خليل اعترف باشتراكهما. تليفون يا باشا. ايوه قوم سعادتك يا باشا. البنت رجعت على بيت اهلها. لا على طول هخلي سبيلهم على طول دلوقتي. قوم يا باشا تحت امر حضرتك. مع السلامه يا باشا. مع السلامه.
ازاي ترجع لاهلها وازاي تسيبوها ترجع لاهلها؟ البنت دي دمرتني يا باشا، ضيعت عليا احسن فرصه تتين فيها من العفاريت. طب يلا يلا يا جدع انت وقت تكلوا على الله. طب وعزه سعاده البيت؟ عزه مين يا راجل انت؟ اللي خدوها يزفوا بيها البنت اللي رجعت منها لله وغرقوها زي ما رجعت البنت ترجعوا لي عزه، هو ده العدل ولا ايه يا حكومه؟ يلا يا اخوان انت وقت تكلوا على الله وروحوا بدل ما احبسكم انتوا الاثنين. تعرف يا حسن قد ايه فكره الجواز والعيشه هنا عجباني قوي. عجبكي في ايه بقى؟ حياه بسيطه وجميله. انت بتقولي الكلام ده عشان انت ما شفتيش الناس دول. الناس دول عايشين مع بعض في سواد الليل بس، ويصحوا من الفجر قبل ما المصايف يجي يطربع عليهم عشقته. يعني ده سواد ليل وخلاص. مش مهم، المهم ان هما يكونوا بيحبوا بعض. تعرف انا لو بحب انا عايش معاها في عيشه مش كابينه. لا شوف، يعني انت ترضي تعيش هنا؟ ليه لا، ممكن طبعا. تنسي ان انا اسكندرانيه ولا ايه؟ كابينه 19 فاضيه، قوم ورينا تعمل ايه. لا ده انت جالس بقى، دي غلاسه. خلاص دي غلاسه. خلاص يا دي غلاسه. أنا متشكر قوي، واعذروني لو كنت فهمتكوا غلط. لا يا فندم احنا اسفين لو كنا تسببنا في أي مشاكل ولا حاجة. و يا ريت تقبل مني المرة دي. يا دي العيبة. إيه ده يا عم الحاج، أنت بتشتمنا ولا إيه؟ حضرتك اسكندراني وبتفهم في الأصول. الحمد لله على سلامة الأنسة. عموما متشكر. والله تقطع فينا بنت يا بحرية، بتسأل علينا بنت. مع السلامة يا سكر. يلا بحرية. حاضر يا بابا. يلا يا بحرية يا حبيبي. مع السلامة يا حسن. مع السلامة يا أنسة بحرية. يلا صب بقى كده يا ابو عزه، عايز تودي العيال في داهيه؟ ده انا لو طنت اشنقهم هحرقهم، هحرقهم زي ما حرقوا قلبي على عزه. اه يا عزه ده انا بعدي كلها يا اخوي. طب ما انت كنت هتوديني معاهم في 60 داهيه. وماله تروحي في داهيه تستهبي، مش انت اللي ماشيه وراهم؟ يا ما حذرتك يا سكر ومفيش فايده. تبيع اخوك يا بت عشان شله عفاريت فاشلين؟ يا ابو عزه يا ابو عزه انت ظالمهم. طب يقول لك بقى ان كل البلاوي دي انا السبب فيها؟ مش مصدقك، ولو الخلق كلهم قالوا ان العفاريت مظلومين برضه مش هصدقهم، وانا مش هسيب حق عزه ابدا. سلطان عرفه الحق دلوقتي فاضي. سلطان باستا باستا، خلاص خلاص يا معلم، كل مشاكلكم اتحلت. تتكلم بجد يا فضل؟ طب قول وحياه صوفيا. وحياه امي. طب فهمنا، طب عملت ايه؟ خلاص هتسافروا من غير اي مشكله. ازاي؟ وموضوع الجيش هتعمل فيه ايه؟ يا سلام يا سلطان، هو كان يعني مين دخل الجيش؟ يا عم انت شكلك بتشتغلنا واخدنا تسليه. يا عم اصبر على رزقك، كل حاجه وليها سكه. انتوا بس اللي ما عندكوش علاقات بالناس الكبيره. وانت يا فضل هتعرفنا بالعلاقات على الناس الكبيره دي؟ طبعا يا سلطان. شوف يا سلطان، انا هعرفك على الدكتور دراهم بنفسه. ويطلع مين دراهم ده؟ ده صراف ده ولا ايه؟ خليك معانا سلطان، اصلا مش هيسافر. ها دكتور دراهم ده هو اللي بيسفر كل شباب مصر بره. عايزكوا تعملوا لي كشف بكل العفريت اللي عايزه تسافر، اي عدد ما يهمكوش. طب واحنا هنقابل الراجل ده امتى؟ كل واحد فيكم يلبس حته على الحبل وقول اللي عند اللي بيجي معاكم. تشاو يلا صفيه. الو ويلكم ايفريبادي، ويلكم يا فضلو. تشاو دكتور درايم، تشاو. انا سعيد جدا لتشريفك وحضورك حفل افتتاح مكتبنا الجديد. الشرف لينا احنا يا دكتور. احب اعرفك باصحابي. قول لي دي تبقى مين؟ حسن. عرفة سلطان. ازيك يا حسن؟ اهلا يا عرفة، ويلكم يا سلطان. ودي تبقى مين؟ دول اصحابي اللي عايزين يسافروا. اعتبرهم سافروا يا فضلو. يا باشا
سيب الحريم وتعالى هنا. عرفكوا بشريكي وصديقي الباشا فضله اللي كلمتك عنه، العيال اصحابه اللي هيسافروا معانا. ها انا عايزك تاخد بالك منهم قوي، تعمل لهم خصم جامد. ويلكم، هاف فان، باي. اهلا وسهلا، شرفتونا يا جماعه. انتوا ما بتشربوش حاجه ليه؟ انتوا بخلة ولا ايه؟ نشرب نشرب ايه يا باشا؟ ما كانش العشاء. اه حلو ده، حلو ده. اتفضل اتفضل، اهلا وسهلا. موزيل مسافرة برضو؟ أصلا ما بتعرفش عربي يا باشا. آه، مين يقدر؟ لا هو صاحبك مالي؟ لا أصله هيموت ويسافر. شاور على البلد اللي نفسك تروح. أصلا أنا الحقيقة باشا يعني عندي جيش، فما ينفعش اسافر دلوقتي يعني. يا بابا انا مسفر نص رجال الاعمال اللي كاتوا بالمليارات، مش هعرف اسفر شويه شباب زي الورد زيكم. عيب، انتوا بس تحلموا وانا على البال. لا مؤاخذه يا باشا، بس في السؤال يعني وايه المقابل؟ مش هنختلف، انا المهم بالنسبه لي انكم تكونوا مبسوطين. العالم دي واصله يا معلم. يا عم انا تحس كده انه فظيع. يا عم ما تسخنش التبغاه لغايه ما نعرف الموضوع هيتكلف كام. أوه. الله. واحد واحد يا اخوانا وبالراحه كده، اللي عايز ايطاليا من هنا واللي عايز اليونان من هنا واللي عايز قبرص يجيني من هنا وبالراحه، واحد واحد كده بقى. واحد واحد يا اخوانا. رايح فين يا ابراهيم؟ انا رايح ايطاليا. كام دول؟ دول 15000 جنيه. دول يا دوبك قبرص. تمشي معاك قبرص؟ قبرص قبرص، بس اغرف ده من هنا. عد دول يا حسن. 5000 جنيه والباقي ده ايه يا عظمه؟ عيار كام دول؟ 21. رايح فين؟ اليونان. ماشي، اوزن دول يا حسن الله يخليك. سلطان هات يا احمد، هات يا احمد. كام بوصه التلفزيون؟ 14 بوصه يا سلطان. رايح فين؟ رايح قبرص. واحد السويس. سلطان ده من كل اصل. كل ده ذهب امك؟ عيار كام ده؟ 24. رايح فين؟ رايح ايطاليا. امك رايحه معاك ايطاليا؟ امي امي الله يرحمها سلطان. يلا ترجع لها بالسلامه. سلطان يا حسن. ايش يلا سلام. خلاص يا اخوانا كله اساميه في الكشف وانا ابعت لكم. يلا بسرعه. سلطان ايش يلا سلام. سلطان يلا بسرعه عشان مستعجل. حتى انت يا ابو عجيزه عايز تسافر؟ اسافر فين؟ امال ايه اللي موقفك في الطابور؟ لا ده انا لقيت طابور قلت اقف. يا راجل هي ناقصه والنبي. السفريه دي فيها ناس كتير قوي، والعدد أكتر من المرة اللي فاتت بكتير. لازم نركز ونفتح عينينا كويس. ما تقلقش يا دكتور، طول ما في ديمتري الأوراق المطلوبة هتخلص بسرعة. الدهبيس زي الألماز ما بتغلطش أبدا. المهم ما يكونش فيها لبس زي كل مرة. لا لا شكلهم عيال غلابة وتافهة. المهم إننا ما نسيبش أي أثر لينا بعد ما نخلص شغلنا هنا. يا دكتور ما تقلقش، اول بس الفلوس ما توصل انا هظبط كل حاجه زي ما اتفقنا. ها فضل وصل يا دكتور. خليه يدخل بسرعه. يلا ديمو لم المسائل واخلع دلوقتي. يلا تشاو راجاتسي. هلو هلو هلو، ويلكم فضلو ميتو. ماتيو ماتيو يا دكتور. ماتيو كافاريلي كمان. كامل هاي اميكو. مولتو بيني مولتو بيني. انا جهزت لك الفلوس بتاعت المجموعه كلها. برافو عليك، انا نظرتي ما تخبش ابدا. اه بس الكلام ده ما ياكلش عيش. قصدك ايه؟ قصدي العموله يا باشا. برنس. ايه هو ده؟ ها يا عم، هو الواحد ما يعرفش يهزر معاك ولا ايه؟ هزار حلوه بس ما تاخدش على كده يا باشا. طبعا انا دكتور، انا مش هوصيك على اصحابي ولا في حتتي. عيب، اطمن يا راجل، دول في عينيا الاثنين يا ميتيو. ماتيو ماتيو. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ انت تتوكل على الله وكله في الامان. عيب. اوك انا ما بحبش لحظات الوداع. دمك خفيف
هاوي سلام يا دكتور. هاوي جاتك نيله. هتعمل كده وتسافر يا عرفة؟ طب ما انت عارفة يا ليلى ان انا مستني الفرصة دي من زمان. انت كل مرة كنت بتقول كده وفي الاخر ما كانش في حاجة بتحصل. وهي جت اهي لحد عندنا. انا ما صدقت. اقعد هنا اعمل ايه؟ اديكي شايفة الظروف عاملة ازاي؟ هستنى ايه تاني؟ عشان انا ولا انا مش مهمة عندك؟ صدقني ان انا اول مرة اعرف ان انا غالي عندك قوي كده. خد دي. خلاص ما بقاش ليها لازمة دلوقتي. بالعكس. ده هو ده وقتها عشان نرجع لبعض تاني. يعني خلاص ده قرارك؟ يا ابني اسمع كلامها وبلاش تسافر. البنت بتحبك، لو سافرت هترجع مش هتلاقيها أبدا. كوتشو الجبروت بتاعك ده ازاي قدرت تقنعي سيادة القبطان يعمل حفلة دي وكمان عزمة سي حسن بتاعك؟ طب وفيها ايه؟ كل الموضوع كنت عايز اعرف بابا على حسن اكتر عشان يحبه زي ما بحبه. انت بتحلمي يا بنت، الناس لافلز يا ماما. بس بس عشان حسن جه ارمي السيجارة دي. ايه ده؟ تعالي هنا. بحرية بنت يا بحرية. سكر روحي سيني يا سكر. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهدي البيوت، مش بيت اللوح اللي احنا قاعدين فيه. مين الحلوه دي؟ مالي. اهلا اهلا. البوفيه منين؟ ليتس جو. تعالي معايا. ده عيبك. ازيك يا بحرية؟ ازيك يا حسن؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايش يا كلب؟ ايش يا حسن؟ فكرت ليه يا حسن؟ الفيسبا عملتها معانا وعطلت بينا. فيسبا؟ طب تعالى عشان بابا مستنيك جوه. يلا. وعيد ميلادك ده؟ لا بابا عامل حفله بسيطه كاش وباي بالسلامه. كنت قلت لنا بدل ما احنا جايين بايدينا فاضيه. تعالى تعالى. بابا حسن جه. بابا حسن جه. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. ازيك يا فندم؟ على فكره انا عامل الحفله دي مخصوص علشان اشكرك على اللي عملته مع بحريه بنتي. والله يا فندم مالي لزوم، احنا ما عملناش اي حاجه يعني. على فكره يا بابا حسن صوته حلو قوي. بجد؟ نعم. ايوه حسن غني. غني ايه بس؟ غني اغنيه كنت بغنيها في الفرح. قال انا مسطول ولا بطوح. لا 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 ده لا واطي وكذاب. ايه الكلام الغريب ده؟ كلام حقير يا فندم. انت حضرتك بس دمها لطيف شويه. جو حر، ممكن حضرتك اقف في الجيران ده شويه؟ اتفضل يا ابني. بيت بيت. شكرا يا فندم. الله انت عبيطه. ايه انا على مسطول ده؟ انت فاكره نفسك في الحاره؟ الحق علينا، انا عايز اشوفك. انا عملت كل ده عشان وحشني. خلاص بقى فكها انسى. صلى الله اكبر. بيتكم بسم الله ما شاء الله عليه، حلوه قوي. قولي بقى يا سيدي، عايز تسافر ليه؟ السفر ده حلم قديم حلمت بيه انا واصحابي. قلنا نطلع يمكن ربنا يكرمنا ونعمل بيوت زي البيوت الحلوه دي. اكيد ابوك مقطع دينا سفر. عارف يا حسن، انا عايزك تفضل جنبي على طول. حسن انا بقى. ما تقوليش اي حاجه، انا مش ناقص صدقيني. ليه بتقول كده؟ انت بالنسبه لي حلم كبير، حلم كبير قوي. انا مش قد، مش عايز اصدق وهم صدفه حصلت. وهم ايه يا حسن؟ انا واقفه قدامك اهو. تحب دلوقتي حن ادخل لابويا واقول له ان انا اخترتك انت؟ انت عارفه لو قلت لابوك الكلام ده هرمينا انا وانت بره، والحفله هتبوظ، والفستان الجميل اللي انت جايبه ده مش هتفرح بيه. جربي كده. جربي. اشوف وشك على خير. احتمال ما نشوفش بعض تاني. حسن. لازم
ارجع وافكر في الحال اللي انا فيه دلوقتي واشوف الصح اني اكمل ولا ريتني ما كنت بدأت. كان لازم ارجع وافكر في الحال اللي انا فيه دلوقتي واشوف الصح اني اكمل ولا ريتني ما كنت بدأت. ارجع ولا ابعد مش عارف قدام طريقي ومش شايف محتار والجرح معذبني على قلبي وعلى قلبك خايف بدموعي ما فرقتش عليا عليك اندم ولا مش عايز اندم ولا اجرح ولا شايل احزان الحق وانا لازم اقدر على حزني واحاول من قلبي بجد. ارجع ولا ابعد مش عارف قدام طريقي ومش شايف محتار والجرح معذبني على قلبي وعلى قلبك خايف بدموعي ما فرقتش عليا عليك اندم ولا كان لازم ارجع وافكر في الحال اللي انا فيه دلوقتي الحق يا ابو علي المركب اللي هنركبها قد البلد اللي هنروحها بالظبط. تعرف يا قلب نفسي اغمض عين وافتح عين الاقينا في البحر وبنعدي بقى. عندك ايه خدها في حضنك. الحريص دودو العيال جوه اهو. تعالوا تعالوا يلا يا شباب مش انتوا تابع عنده دراهم. يلا تعالوا اركبوا عشان نبدا الرحله. نركب فين يا عم من المركب ايه؟ لا انت فاهم غلط مش هنركب المركب دي احنا هنسافر باللانش ده. لانش هو في ايه يا جدعان انا مش فاهم حاجه. انت مجنون يا جدع انت هنسافر بالكشك ده. يا شباب اهدوا عددكم كبير قوي وبعدين انا متفق مع القبطان بتاع المركب دي تكاكيني كده هيقابلنا هناك بعد فتحه البوغاز وكلنا هنركب معاه على المركب. يا جماعه لسه اللي ناخدها عوم المهم نوصل وخلاص. يا ابو علي استنى يا عم انت تتابع في الصيد ده اللي هناك يا ابني. ابو علي تعالى نركب بيقول لك متفق مع القبطان دكاكيني. يا عم دكاكينك ايه يا عم دي نصبايه. يلا اي حاجه المهم نسافر وخلاص. يا عم تسافر ايه انت مجنون. سلطان حسن عرفه سلام عليك قبل ما تسافر. كان نفسي اشوفك قبل ما اسافر. انا سمعتك عشان كده جيت. على فكره يا سكر انا عمري ما هنسالك انك على مؤاخذه يعني ساعتيني في فلوس السفر وكده يعني. عيب يا سلطان ما تقولش كده مهم ترجعهم بسرعه. انا اشتاق لك يا وائل. تروح وترجع بسلام. ربنا معاك. خلي بالك على نفسك. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا جماعه انتوا كده هتخلوني اعيط. ما تيلا انت هو ده انت بجع قوي. بدأوا يتحركوا. ايوه يا فندم تم رصد اللانش المبلغ عنه من شرطه المينا. ايوه يا فندم هو بنفس المواصفات. امرك يا فندم. حاضر يا فندم. ما
المركب عدت ايه ولا حد شافتها؟ انت عايز تبقى هنا ولا ايه؟ ما تستبر انت روخر، الراجل بياخد لفه وراجع لنا على طول. لفه ايه يا عم انت؟ هو راكب عجله؟ دي مركب قد الدنيا. ولا بقول لك ايه، احنا مستحملينك من الصبح وانا حيشهم عنك. على صوت الباشا في بالي بطل المكان واثبت مكانك. يلا يا جدعان كلنا ننط في الميه، البوليس لو جه على المركب كلنا هنروح في حديده. نعم ننط في الميه ليه بقى ان شاء الله؟ هو احنا صريد يا عم ولا هربانين؟ ما تفهمني يا عم في ايه؟ من الاخر كده كل بعضها بورداتكم مضروبه. ايه؟ انا مش بقول لكم ان دينا في ميه؟ انا في القلب حسيت والكلاب اللي مش شغالينك هتدمرونا. على صوت الباشا في بالي حاجات الشرطه بتمرن علينا. يلا يا شباب كله نط، البوليس بقى المركب ونرجعه تاني على طول. ما تعرفش اعوم؟ لا ما بعرفش اعوم، ما بعرفش اعوم انا يا حسن. انت عارف يا حسن ما بعرفش اعوم، ما بعرفش اعوم. ايه يا باشا دي ايه؟ اهدى كده بالراحه، كله ورانا سليم. انا ماليش دعوه، اللي حصل عليا اللي هو طلع الصوت. مش عارف احنا مين، احنا اصحابك اللي نصبت عليهم بطبطات. دراك يا حسن في ايه؟ انت هتستهبل هتفضل طول عمرك وانت منظم؟ لا سيدك عرفه دراك يا عم، انا مش فاهم اي حاجه، ما تفهموني ايه اللي حصل؟ السلطان اتقبض عليهم كتير من صحابنا بقى، والباسبورات اخوات العيال مزوره اللي ادوها لنا الصبيع اللي انت قسمت معاهم. انا ما قسمتش مع حد، انا كل اللي عملته ان انا خدت عموله عليكم. ايه العموله؟ مش قلت لك انه معنا فيبيع اهله. عمر خسر يسوقنا سافرت ونضفت لك انا تفتح كلب زي ما انت. لا يا حسن انا تاجر، انا بصص على اي حد وممكن ابيع لهم فسايس، لكن اصحابي. لا يا حسن، لا يا حسن. امال مين يا اخويا اللي عمل العمله السودا دي؟ يا جماعه اهدوا اهدوا بس وفهموني اللي حصل عشان نعرف هنتنقل نتصرف ازاي. اوعى داخلين اللي مشغلها. انتوا مين؟ هو عرفنا كويس، قول له احنا العيال اللي ضحك عليهم. ثانية واحدة بلغه. اوعى ايدك. ايوه ايه؟ فضل ايه اللي جابه ده دلوقتي؟ طبعا اقول له مش موجود. مش موجود. يعني ايه مش موجود؟ يعني زي ما سمعت مش موجود. انا متاكد انه جوه. ابعد عن مخباره. يلا يا عم اهو عيد. يا ظلام يا ظلام، انا عارف انك كيفني. اوعى تدخل الموضوع اللي عندك ده بالسهل. لا ده انا ممكن اعمل لك فضيحه انت مش قدها. انا مش هسيبك يا ظلام. اقرضني وخليك راجل وخليني فاهم. يا ظلام خلوا بالكم يا حيوانات، بنروح من الباب التاني. تصرفوا. دماغ العيال جايين هنا ليه؟ عايزين ايه؟ احنا جايين ناخد حقنا وحق العيال اللي غرق. احنا طيران ضعين ومش فارق معانا اي حاجه. اوعى إيه تفتكر البتاع اللي في ايدك ده يخوفنا؟ بس يلا العيال اهو. اتمخ اوعى اشوف كلب منكم هنا تاني، فاهمين ولا لا؟ يلا قول. ايه اللي عملته ده يا مغفل؟ ما كانش لازم يحصل كده. امال كنت عايز نعمل ايه يعني؟ دول خطوتين اتنين وكانوا هيكونوا عندك فوق. ما كانش في داعي للرصاص، مش عايز دم. طيب طيب
اهدي شويه يا سكر، هنفهمك على كل حاجه. سلطان مني حد؟ سلطان اتقبض عليه. يا لهوي انت عايزه ايه امال؟ ها مش بلطجه وشغل عصابات هيكون اخرتها ايه يعني؟ يا باشا ده مش ناقصك، حرام عليك يا عم. مش وقته الكلام ده، بس نلحق فضل الاول. يا باشا انا ما اعرفش حاجه غير ان فضل قال لنا هتروحوا المينا سيادتك، هتلاقوا واحد هناك هيسلمكم الاوراق والباسبورتات بتوع السفر. الجوازات دي مضروبه، مين اللي اداها لكم؟ ما هو ده يا باشا اللي فضل قال لنا عليه، هو اللي مسلمها لنا بايده في المينا. ده انت بجح قوي يا معالي الباشا، انا ما اعرفهمش، دول ثبتوني بالسلاح وطلعوني المركب بالعافيه. والله العظيم كذاب يا باشا، سيادتك ممكن تستدعي فضل بعد اذن سيادتك وهو يقول لك على كل حاجه. ده انت بجح قوي فعلا. يتم حجز المتهمين وترحيلهم لحين عرضهم على النيابه. الوزارة طالبة إفادة عن موضوع الأولاد بتوع الهجرة غير الشرعية. بالنسبة للموضوع ده يا فندم، تم السيطرة عليه وجاري حصر جميع المصابين يا فندم. هو في مصابين؟ أيوة يا فندم، في 2 غير أجاري البحث عن الجثث يا فندم، وتم إبلاغ جميع الجهات. ده كده هيضيع مستقبلهم. أنا مش فاهم إيه اللي يجبر أولاد زي دول على مغامرة خطيرة بالشكل ده. حلم السفر يا فندم، مستعجلين. خلاص، عايز إفادة بعرض الأولاد دول على كل الجهات المختصة. حاضر يا فندم. بأقصى سرعة. حاضر يا فندم. ما تحرمش منك يا أبو عز. بس انا كان نفسي اتحرم منكم يا اخي. يلا الحمد لله، رصاصه كانت سطحيه. احنا مش هننسى لك الجميل ده ابدا يا ابو عز. لا انسوا الجميل وانسوني وشوفوا لكم حته تانية بعيد عني تتوهوا فيها عشان القلق. يروحوا فين يا ابو عز؟ ده تلاقي الدنيا مقلوبه عليهم بره. يا ابو عز انا عارف ان احنا تعبناك كتير، بس انت المره دي لازم تقف معانا. احنا ملناش دلوقتي حد يقف معانا غيرك. لا يا حبيبي، انت وهو لحد كده وفرامل. البلوه دي بالذات انا مش قدها، ولو كنت فاكرين ان انتوا هتقدروا على الناس الكبار دول تبقوا مجانين. احنا لازم نكشف الناس دي باي طريقه عشان نطلع من المشكله اللي احنا فيها، لا الا هنروح كلنا في 60 داهيه. وسلطان غلبان اللي مرمي في السجن ده مش لازم نثبت براءته؟ ما بكفاياكوا بقى، انا مش ناقص مصايب تجيني من وراكوا اكتر من كده. يلا يا ابني انت هو خد الواد المتعور ده وامشوا من هنا، واظن لحد كده عداني العيب وازعح. لا يا ابو عز مالكش حق، ده كده لو خرجوا من هنا اكيد هينقبض عليهم. سكر ابو عز عنده حق، احنا بهدلنا كتير قوي. معلش ابو عز، شيل ما اعرف. استنى ولا انت هو، انتوا قلتوا لي مكان الناس دي فين؟ يا فندم احنا شركه ملاحه محترمه، شغلنا واضح زي الشمس، يعني حجز تذاكر وخلافه وملناش اي صلاحيات اكتر من كده. يعني احنا مش جهه حكوميه علشان نطلع باسبورات او ندي شهادات تجنيد، حضرتك فاهم يعني. طب والنصاب اللي اسمه عبده دراهم وضعه ايه في الشركه المحترمه دي يا باشا؟ لا والله يا فندم انا لا اعرف دراهم ولا دنانير. كل البلاغات بتقول ان الشخص اللي ورا الفيز المضروبه اسمه عبده دراهم، وهو ده نفس الشخص اللي زور الباسبورات للعيال. يا فندم دول عيال بلطجيه جم الشركه وضربوا نار، وقعوا لي ازاز بلجيكي بالشيء الفلاني. حضرتك انا المجني عليه، اتفضل انا عملت لهم محضر، ادي رقم اهو. انا بلطجيه من فضلك حسن الفاظك، ولادنا مش بلطجيه، ولادنا تربوا احسن تربيه. انتوا اللي عالم سكه تلعبوا بالبيضه والحجر. يا اخوانا نهدى شويه ونسيب سعاده البيه رئيس المباحث يتصرف. شكرا حضرتك واسفين لازعاجك. سعادتك تأمرني. اهلا وسهلا. ايه ده، هو خلاص كده؟ يلا ابو عز. صدقني حضرتك العيال دي ضحيه عمليه نصب كبيره قوي، لازم تقبضوا على النصابين دول اللي استغلوا جهل العيال وخدوا منهم شقه اهاليهم. بقول لك ايه يا ابو عز، مش دي العيال اللي جيت واشتكيت لي منهم قبل كده وشهدت كمان ضدهم؟ بس المره دي العيال دي ضحيه وهيروحوا في داهيه وانطه، دي عيال غلبانه قوي. ابو عز. نعم يا فندم. خلي العيال دي تسلم روحها عشان نحاول نساعدهم. انتوا بالسذاجه دي عشان نضحك عليكم؟ ازاي ما تتاكدوش ان الورق مظبوط قبل اي حاجه؟ انا السبب في كل اللي حصل ده، بس مين بالله ما انا سيبه. يا عم اقعد واهدى شويه وسد نفكر في البلوه السوداء اللي احنا فيها دي، مش كفايه ورطتنا معاك؟ ولما انت اخويا عارف كده كويس دبستنا معاك ليه؟ بتضحكي على انت كمان؟ مبسوطه عشان انت ما سافرتش وده وقته. يا لا
ابو حصه وصل. ايه ده انتوا رايحين فين؟ اداروا اداروا انت وهو، الدنيا مقلوبه بره وبيفتشوا كل بيت والحاره. طب طمنا بس، عملت ايه؟ قبضوا على عبده دراهم؟ جاتكوا خيبه، لا في دراهم ولا نيله، مفيش حد اسمه دراهم خالص، دي الشركه طلعت بتاعت واحد اسمه الباشا. ما هو الباشا ده يبقى شريك عبده دراهم في كل حاجه، وهو نفسه صاحب شركه السياحه اللي بنحجز منها التذاكر. انا هكلم بابا، هخليه يعرف حكايه شركه السياحه دي ايه. والنبي عدلنا شويه انت وابوكي. انا برضو كنت حاسس ان الراجل الباشا ده هو اللي وراه كل المصايب، مش عارف ليه. طب وسلطان والعيال اللي معاه مش هنشوف لهم طريقه نخرجوهم بيها؟ بس لقيتها، انا عندي الحل. سلطان انور ابو العيله زياره. ايش يا عم عيش. مش ليه يا عم؟ خبري انت ما جت المذكره بلحظات. ده انا عمك يا سلطان يا نفتي. اثبت ما تدريش هدايه. عمي عم اخوي عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. عامل ايه يا سلطان؟ يا حبيبي مين ده؟ حسن. ايه اللي حصل يا واد عمي؟ ايه اللي حصل؟ كفاره يا شيخ. كل واحد يجي يسلم ولا ايه؟ سايبين لك الاكل لازم ما ترم عظمك يا اخوي. معلش يا سلطان، السجن للجدعان. بقى في حاجه هتعملها فينا؟ تبيع زمايلك بالمنطق ده؟ داعي داعي يا سلطان، يا جدعان حد يقول اللي حصل. مش وقته. بقول لك ايه يا سلطان، انا وابوك اتفقنا هنقوم لك محامي مش قوي يعني، وهيجي لك النهارده ان شاء الله. يا ابو عزه، وبنفسك بعد كل اللي عملناه فيك؟ ده واجب يا ابني. على مؤاخذه ابو عزه، انا نسيت اعزيك في عزه، تعيش وتفتكر. وبتفكرني ليه بقى؟ طب مبدئيا الواد ده يمشي من هنا يا ريت. لازم تفكروا ما صدقنا ربنا هداه. بص يا سلطان، احنا هنراقب الباشا وان شاء الله هنوصل لدراهم باذن الله. امان كده، وانا من ناحيتي هحاول اقرر دقدق الكلب ده، يمكن اقدر اوصل مع الحال. ينصر دينك، احنا ازاي كانت فايتانا الحكايه دي؟ عشان مش متلقحين معايا جوه. يلا يا بلدينا انت وهو، خلصونا من الفرح ده. استنى يا اخويا استنى، ما اديهم الزياره افتح الباب. ماشي يا واد عمي ماشي. يلا بينا نخلع من هنا قبل ما ننكشف بالشنبات المهببه اللي انتوا مركبينها دي. خد يا سلطان. السلام عليكم. السلام عليكم. على ابو عزه. سلطان ما تزعلش مني. سلام دراعك يا معلش يا سلطان، استحمل يا اخويا وانا هبعدي عليك كل يوم. تعرف يا بنت سكر، شكلك حلو قوي بالطرحه دي، عقبال البيضه ان شاء الله. وانا هشوف طرحه بيضه فين يا سلطان طول ما انت محبوس الحبسه السوداء دي. طب امشي 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 دلوقتي، امشي امشي. كده يا ولاد يبقى فاضل حاجه واحده، ان احنا نعرف مكان اللي اسمه دراهم ده فين بالظبط، ونعرف مكان المستندات اللي كلموا عليها في التليفون. تمام. طب وحلال ورق فين؟ يا نهار اسود، دي تبقى مصيبه لو عند عبده دراهم. لا مش عند عبده دراهم، انا متاكد ان هي عند الباشا. يبقى لازم نروح نجيب الورق ده بسرعه. وبعدين يا بعد احنا لازم نتحرك بسرعه. ولا نعم، لو ما قلتش على كل اللي تعرفه هغص المقطه دي في رقبتك. اقول بس اقول ايه؟ اقول ايه؟ اقول ايه؟ قول انت يا انت علم معرفش انا. ولا نعم انت قول دراهم مستخبي فين؟ فين؟ هتستعبط ياض؟ هتنطع ولا مش هتنطع؟ اه اه انت اعتقد عمري ما بابا جامي جاتا فرندا لو موتوري عمري ما بابا جامي جاتا فرندا لو موتوري عمري ما بابا جامي جاتا فرندا لو موتوري كده في بان كيلو كي فيني فاكر ده يورو. Dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina.
اتفضلي يا هانم. اتفضلوا تحت امركم. اتفضلي يا هانم. اتفضلي. استنى استنى استنى. ايه؟ ما تيجوا نكمل السهره عندي. كمل فين يابا؟ ده ميعاد نوم ومأزف. مساء الرخامه. ايه مالك؟ مساء التفاهم. ده سيستمنا لا مؤاخذه. طب ايه رايك لو تيجي تكمل السهره عندنا؟ امان يعني؟ ايوه ده امان الامان كمان. يا عم تعالى معانا واحنا نظبطها. اركب وهنروقوك على الاخر. اركب. مساء اللذاذه. اول اجزخانة. الله، هو انت منهم؟ ماشي، بس لو عاوز اظبط الاريا. واو ده باشا كل اللي اعرفه. اظن يا باشا ان كده في الامان صح؟ المعلومات دي خطيره جدا وفيها كلام مهم. خد الواد على الحجز. يا باشا انا قلت كل حاجه وهم قالوا لي هبقى شاهد ملك، لكن معلش نوم الظلم يا جدع، نوم الظلم يا جدع. حلو ده، حلو ده. ايه وقفتوا ليه؟ لفه كمان والنبي. الله 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 الله، ده انت استحليتها بقى. طبعا ما انت ملك اللف والدوران، بس احنا لسه بنهزروا معاك. هو انت شفت حاجه يا باشا؟ ايه هتقلب؟ هتقلب ان شاء الله، هتقلب وتحلو قوي. بعون الله هتشوف اللي عمرك ما شفته. لو انت مستني غير كده محدش هينفعك ولا حتى دراهم. اتكلم. دراهم مين؟ انا ما اعرفوش. وانتوا اللي هتروحوا في 60 داهيه. لف يا ابني كده. حاضر. ولا معجزه، دخل اهالي العيال اللي غيره والعيال اللي اتحبسوا وهم اتصرفوا معاه. نفذ يا ولا. امرك يا معلم. افتح يا سمسم. ايه هقولك بقى، لو كل واحد من دول سلم عليك بس شوف هيجرى لك ايه يا باشا. خلص نفسك وقول لي دراهم فين بدل ما خلص عليك. كده يا باشمهندس، من البلد يعملوا كده برضو؟ يعملوا كده مع القرع اللي زيك يا ناس. الراجل ده هو اللي ضيع ولادكم. اتصرفوا معاه بقى. خلاص خلاص انا هتكلم هتكلم. تمام يا باشا، في اتنين بره عايزين سعادتك. دخلهم يا ابني. الدين المدرية. سلطان حسن قد عندك سلطان. سلطان يا باشا احنا جايين نسلم نفسنا. وادي المستندات اللي تثبت بيها براءتنا وتسجن بيها عبد الدراهم والباشا. وادي الادوات المزوره هي يا فندم. ودي كل الجوازات المضروبه. دودو احترف. لا يا راجل. وانا اتنفخت هنا يا راجل اكتر من كده. تعالوا معايا. انا قلقان قوي يا دكتور. ما تقلقش يا ابو سنه لولي. ها تصريح الملاحه وصل يا رجاله؟ تصريح جاهز يا راجل. فرع ديمتريوس. تمام يا فندم. تمام. يا عم بقى يلا يا اخي بقى. يا باشا كده ما ينفعش، انا هشتكي للوزير. متهيألي كده حضرتك اتاكدت ان الحقيقه كلها انكشفت والعيال براءه. احنا عرفنا كل حاجه وانت ساعدتنا كتير قوي يا ابو عزه. العفو يا باشا، ده واجب عليا. هم ولاد البلد كده، معدنهم بيظهر وقت الشده. وعشان كده احنا هنكفك، جبنا لك حاجه بتحبها قوي. اتفضل يا ابو عزه. عزة
كده يا فندم بقى احنا من ممكن نروح ولا ايه؟ والله يا فندم احنا كنا ضحيه ناس نصابه وضحك علينا يعني والاصول نروح زي ما قال الاستاذ عرفه. انتوا فعلا كنتوا ضحيه بس انتوا برضو ساعدتوهم. ازاي يا فندم؟ لانكم كنتوا عايزين تسيبوا البلد وما تدولهاش حقها ولا ايه يا فضل؟ انا تحت امرك يا فندم. انتوا براءه من تهم في التزوير. بس مش براءة من تأدية الواجب الوطني. تمام يا فندم. تمام. دور الطابور بالسرايا. تمام يا فندم. السرايا الأولى. تمام يا فندم. السرايا الثانية. تمام يا فندم. السرايا الثالثة. تمام يا فندم. السرايا الرابعة. بخارب سر.